أسبابها اللي جوجا رضاها إلهي وحكمت القضاء بالقدر إن رأي لقطعي الرضا بقضاء الله وقدره وحا إلهي كو قدري وإلهي سبحانه وتعالى كرم ما جي إن أدموجسي إن رأي لقطعي وجزع هي أرجع هي تسخط على أقدار الله إلهي وحو كو قدري وأضوع عري صنتهاي إن إسك إلهي مصيبوين بدعية درس كاغي كودع صاحب الله بي كودع قرابة هذه بي كودع عيان هذه كي كوكو إمانا يابريت محا كاغا ديار سنمر كي مصيبة كوكو تماض مال كاغي أي كو تماض عافمات كاغي أي كو تماض عرور تالي أهل كاغي أي كو تماض والد كاغي أي كو تماض مصيبة هذه سنمر كي كوكو دعضو الرضا بقضاء الله وقدره إلهي وحو كو قدري وأرال لكنا قتل وحويان أسبابها وين ألوجو جارة وحويان رضاها إلهي سبحانه وتعالى. حنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أما المرين توين وحيكتي ما دا بلا يدوي إن قف كدر توين لجارسيه وإلهي أكتس أما المرين وين وكهله وحيكدر طاع إن قف كان امتحان وين وصمره. وإن الله إذا أحب قوما هدي إلهي سبحانه وتعالى قوم أوتشعلاده ابتلاهم إلهي وامتحانيا قوم هدي إلهي تشعلاده إلهي وامتحانيا فخر بالغو امتحانيا عبسي بالغو امتحانيا عذر بالغو امتحانيا دباتوين كالدوان بالغو امتحانيا فمن رضي فله الرضا قفك امتحان كأمرك كله عرال للنقضة وإلهي سبحانه وتعالى وحو أقدر رال لكل نقضة وحو اللي هي رضوها إلهي هي رضاها إلهي أي قفك سلي ومن سخط فله السخط قفك عراضة وإلهي وحو أقدر كحناقة وكعراضة إلهي وهو عرانا يا سبحانه وتعالى على إلهي يقول عيسى صغر اسك إلى علمه